على خشبة رواق ضفاف التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أدت الممثلة المسرحية نادية بن زكور مسرحيتها الوصول بالطائرة، مسرحية تعالج من خلالها نادية قضايا الاغتراب والهجرة والهوية. هذه المسرحية تعالج مدى تأثير آراء الآخرين على شخصية الأفراد، بحيث قد تساعد هذه الآراء على الاندماج في دول الاستقرار أو تدفع بالمهاجر نحو الانعزال. 10 سنوات من التجربة في المجال المسرحي ركمت نادية من خلالها رصيدا غنيا من خلال المشاركة في مسلسلات وأفلام دولية أبرزها السلسلة المغربية صالون شهرزاد التي تتناول قضايا المرأة في البيئة الحضرية. كنحاولوا في العرض نجمعوا مجموعه ديال لي زانيكدوت اللي كيوقعوا لهاد الناس هادو، دي فوا كوميك دي فوا تراجيك، وكنحاولوا نعاودوا افيك اون توش دو سنسيبيليتي افيك بوكو ديموسيون. ويحتضن رواق ضفاف العديد من العروض المسرحيه بهدف تعريف الجمهور المغربي بابداعات المغاربه المقيمين بالخارج واشراكهم في الحياه الفنيه والثقافيه ببلدهم الاصلي.